أهلا بكم. لعبة بطاقات تستخدم 36 بطاقة فريدة، 4 نقوش هي الديناري، قلب أحمر، شجرة، قلب أسود، وهي عبارة عن بطاقات مرقمة من 1 إلى 9 لكل نقش. تم اختيار حزمة، والحزمة هنا هي عبارة عن مجموعة من 9 بطاقات والتي يمكن فرزها أو تصنيفها بأي طريقة يختارها اللاعب. كم عدد حزم 9 بطاقات المحتملة؟ حسنا، دعونا نفكر بهذا. هناك 36 بطاقة فريدة، ولا أريدك أن تقلق من هذا. كما تعلم أن هناك 9 أرقام لكل نقش، وكذلك لدينا 4 نقوش، إذا 4 ضرب 9 يساوي 36. دعونا نفكر فقط بالبطاقات كونها من 1 حتى 36، وسوف نختار 9 منهم. بالبداية سنقول: حسنا، لدي 9 فتحات في الحزمة، أليس كذلك؟ هم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. صحيح، وسأختار 9 بطاقات للحزمة. للحصول على البطاقة الأولى، كم عدد البطاقات المحتملة التي يمكنني الاختيار منها؟ حسنا، هناك 36 بطاقة فريدة بالنسبة للفتحة الأولى، إذا هناك 36، لكن بعد ذلك هذا الآن جزء من الحزمة. الآن بالنسبة للفتحة الثانية، كم بطاقة ستكون باقية لأختار منها؟ حسنا، لقد اخترت فعليا واحدة، وسيبقى هناك فقط 35 لأختار منهم. ومن ثم الفتحة الثالثة هناك 34 فقط باقية، ومن ثم 33 لنختار منهم، ثم 32، 31، 30، 29 و28. لذا قد تريد القول أن هناك 36 ضرب 35 ضرب 34 ضرب 33 ضرب 32 ضرب 31 ضرب 30 ضرب 29 ضرب 28 احتمال ممكن. الآن هذا سيكون صحيح إذا كان الترتيب يهمنا. هذا سيكون صحيح كما تعلم إذا كان لدي، حسنا، اسمحوا لي أن أضع هنا، قد يكون لدي 9 من القلب الأسود سبيدز هنا. هذه حزمة واحدة. ثم لدي بطاقة 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. لدي 8 بطاقات أخرى، أو ربما الحزمة الأخرى هي أن يكون لدي 8 بطاقات. ثم لدي 9 من القلب الأسود سبيدز. إذا فكرنا في هاتين على أنهما حزمتين مختلفتين، لأن لدينا بالضبط نفس البطاقات لكنها بترتيب مختلف. حسنا، ما سأحسبه من شأنه أن يجعل المعنى واضحا لك، لأننا فعلنا ذلك بالاعتماد على الترتيب، لكنهم يخبروننا أن البطاقات يمكن فرزها بالطريقة التي يختارها اللاعب، حيث الترتيب لا يهم. إذا نحن خلال العد سنحسب كل الطرق المختلفة التي يمكن لنفس رقم البطاقات أن يترتب بها. لذا ومن أجل ألا نعد كثيرا، سوف نقسم هذا على الطرق التي يمكن بها إعادة ترتيب 9 بطاقات. إذن علينا أن نقسم هذا على عدد الطرق التي يمكننا بها إعادة ترتيب 9 بطاقات. فكم عدد الطرق التي يمكن من خلالها إعادة ترتيب 9 بطاقات؟ إذا كان لدي 9 بطاقات وسأختار واحدة من 9، ستكون للفتحة الأولى. حسناً، هذا يعني أن لدي 9 طرق لأضع شيء في الفتحة الأولى، ثم للفتحة الثانية لدي 8 طرق لأضع بطاقة في الفتحة الثانية، لأنني أخذت واحدة لوضعها في الفتحة الأولى، إذا بقي لدي 8، ثم 7، ثم 6، ثم 5، بعدها 4، ثم 3، ثم 2، ثم 1.
بالنسبة للفتحة الأخيرة سيكون هناك فقط بطاقة واحدة باقية لتوضع فيها، إذا هذا العدد هنا حيث تأخذ 9 ضرب 8 ضرب 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 أو 9. تبدأ بالعدد 9 ومن ثم تضربها بكل الأعداد التي هي أقل من 9. أعتقد أنه يمكننا القول أي عدد طبيعي أقل من 9، هذا يسمى مضروب التسعة، ويمكنك التعبير عنه مثل علامة التعجب. إذا أردنا التفكير بكل الطرق المختلفة التي يمكننا من خلالها أن نحصل على كل التوافيق المختلفة الخاصة بالحزم، إذا هذا عدد الموجود بالحزمة، وإذا كنا مهتمين بالترتيب بعد ذلك نقسم على عدد الطرق التي تمكننا من ترتيب الأشياء، وهذا سوف يكون الجواب، بل وسيكون الجواب الصحيح. لذا دعونا نحسب كم هذا العدد الكبير. لدينا 36، 36. اسمحوا لي أن أنقل هذه قليلا. إذن لدينا 36 ضرب 35 ضرب 34 ضرب 33 ضرب 32 ضرب 32 ضرب 31 ضرب 33 ضرب 29 ضرب 28 مقسومة على 9. يمكنني أن أعملها بهذه الطريقة، يمكنني وضع قوسين مقسومة على القوس 9 ضرب 8 ضرب 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. أعتقد أن الآلة الحاسبة يمكنها التعامل مع هذا، وقد أعطتنا هذا العدد 94,143,280. اسمحوا لي أن أضع هذا جانبا حتى أتمكن من قراءتها. هذا كله يساوي العدد 94,143,280. هذا هو جواب هذا السؤال. إذا هناك 94,143,280 حزمة 9 بطاقات ممكنة في هذا الوضع. الآن نوعا ما سنعمل فقط من خلال ذلك، وقد فسرنا طريقتنا خلال هذا. هناك صيغة لهذا، إنها أساسا تعطي نفس الشيء بالضبط، والطريقة التي يشير بها الأشخاص على هذه الصيغة تقول لدينا 36 شيء. إذن لدينا 36 شيء، وسوف نختار 9 منهم. صحيح، لا نهتم بالترتيب هنا، لذا بعض الأحيان سوف نكتب بهذه الصورة إن فوق كي. دعوني أكتبها بهذه الطريقة. ماذا سنفعل هنا؟ لدينا 36 شيء ونختار 9 منهم، لذلك البسط في هذه الحالة كان مضروب 36، لكن مضروب 36 سيذهب كل الطريق نزولا حتى 27، 26، إنه يستمر، لكننا نتوقف فقط بعد 9 خطوات عن 36. هذا مضروب 36، لذا هذا الجزء هنا، هو ليس فقط مضروب 36، إنه مضروب 36 مقسوما على مضروب 36 ناقص 9. ما هي 36 ناقص 9؟ إنها 27. إذن مضروب 27. دعونا نفكر بهذا. مضروب 36 سوف يكون 36 ضرب 35، وتستمر بالنزول كل الطريق ضرب 28 ضرب 27، وتستمر كل الطريق نزولا حتى 1. هذا مضروب 36. مضروب 36. الآن ما هو مضروب 36 ناقص 9؟ أي مضروب 27. إذا قسمت هذه على مضروب 27، مضروب 27 يساوي 27 ضرب 26، كل الطريق نزولا حتى 1. حسنا، هذا الجزء وهذا بالضبط نفس الشيء. إذا هنا 27 ضرب 26، هذا وهذا يلغون بعضهم.
إذا عملت 36 مقسومة على مضروب 36 ناقص 9 فإنك تحصل فقط على أول وأكبر 9 حدود لمضروب 36، وهذا بالضبط ما حصلنا عليه فوق، هذا نفس هذا. ومن ثم نقسمها على مضروب 9، إذن هنا ضرب مضروب 9، وهذا تماما هنا يسمى 36 فوق 9. وأحيانا سوف ترى هذه الصيغة مكتوبة هكذا، هذا إن فوق كي، وسوف تكتبون الصيغة على أنها تساوي مضروب إن تقسيم مضروب إن ناقص كي ضرب مضروب كي ضرب مضروب كي. وهذه هي الصيغة العامة إذا كان لديك إن من الأشياء وتريد إيجاد كل الطرق المحتملة التي تمكنك من اختيار كي من الأشياء من إن الأشياء هذه مع عدم الاهتمام بالترتيب. كل ما يهمك هنا أي كي من الأشياء اخترت، ولا نهتم بالترتيب الذي اخترت فيه تلك الكي من الأشياء. وهذا ما فعلناه هنا، إلى اللقاء.